اللي عاملين الابحاث. احنا الحقيقه ما حبيناش ان الابحاث تبقى رهين الاضرار او تبقى عباره عن بحث مرجعي. فقلنا ان احنا نعمل هذا الملتقى او هذا المؤتمر ويتم التوافق بين الجهات المختلفه بحيث نختصر طرق كثيره جدا ونكسبوز او نعرض ما عندنا من حاجات للتصنيع. والحقيقه لما فتحنا الباب امام الشباب الباحثين ان هم يقدموا الابتكارات فوجئنا بعدد كبير جدا من الابتكارات وفوجئنا بكليات كثيره اسنان مشاركه. ومن هنا جت كلمه الجامعات ان احنا كليات طب اسنان في الجامعات المصريه المختلفه قدمت ابحاث وهيكون في ناس هتتكلم في السيشن الثانيه على حكايه الابتكارات. الحقيقه احنا لما قلنا هنعمل كده هدفنا كان ان احنا نوصل لمنتج مصري محلي. بس مش اي منتج مصري محلي، احنا لازم يكون له جوده. احنا مش فرحانين ان احنا نعمل منتج ونصدره او نقول ان احنا مش هنستورد. لا، احنا عايزينه يكون ذو جوده عاليه. من هنا اهل العلم موجودين وقاعدين معانا على البوديوم، ومن هنا ان شاء الله رايهم هيؤخذ بيه في توجيه التوافق الصناعي بتاعنا. الهدف كان نمره واحد تخفيف الكاهل عن الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا، ونمره اثنين وضع الكليه وجامعه القاهره على خريطه المستلزمات الدوليه، ونمره ثلاثه ان احنا تشجيع البحث المصري والشباب المصري في ان هو يبحث وينتج وان بحثه هيرى النور. والهدف الرابع والاهم الحقيقه وهدف استراتيجي قومي دائما دائما القياده السياسيه بتنادي بيها، وهي اهميه الصحه للمواطن المصري. وصحه المواطن المصري سياده الرئيس بينادي بيها ومديها اولوياته، واحنا عارفين وشايفين في توجهات الدوله المختلفه من مبادرات رئاسيه من المبالغ اللي اتصرفت على الانتهاء من قوائم الانتظار من العلاج على نفقة الدولة من المبادرات الصحية وآخرها مبادرة إحنا ككلية كمان ساهمنا بيها اللي هي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الفم، وحتى منظومة التنظيم التأمين الصحي الشامل. كل ده اهتمام القيادة السياسية بيه واضح لدرجة إن المترسخ عندنا اعتقاد ويقين إن صحة المواطن المصري أمن قومي. فإحنا النهارده لما يكون متاح للمواطن المصري خدمات عادية زي الحشو والخلع والتركيبات العادية، لا إحنا ليه ما يكونش مثلا زراعة الأسنان برضو في المتناول؟ يعني لما إمتى هتبقى بقى في المتناول؟ لما تكون صنع في مصر. فده هدفنا الآخر، هيعود بالنفع على المواطن وعلى إن شاء الله اقتصاد الدولة. احنا المؤتمر هيكون على مشروع الايكو 20 للساده الافاضل اللي بيجوا بخدماتهم. المؤتمر هيكون على ثلاث جلسات، الجلسه الاولى هي الافتتاحيات ان شاء الله 12 ونص هيبقى عندنا كافي بريك، واحده هنعود تاني هيكون بقى السيشن بتاع عرض براءات الاختراع امام الحضور، وانا شخصيا هعرض بالاشتراك مع زميله الفاضله الدكتوره داليا مين المواصفات الزرع المصريه اللي احنا عايزينها. احنا زرعنا فعلا وساهمنا، لكن هدفنا مش مجرد ان احنا ننافس العالمي، لان احنا عندنا ما هو ابعد من ذلك وتطلع ابعد شويه من كده، هو ان احنا يبقى عندنا مصانع مصريه كثيره بتعمل زرعات ويبقى في تنافس محلي كذلك. الجزء الثالث ان شاء الله هيكون وعندنا الاستاذه الدكتوره سحر ممثله عن التايكو هتقول لنا كيفيه تسجيل براءات الاختراع وتحويلها الى النور في الكلمات الافتتاحيه. انما الحقيقه انا عايز استاذنكم في ان بدا يبان عندي توجه نحو بعض التوصيات كده، فان شاء الله التوصيات هنعلنها ونوزعها في السيشن الثاني. بس اللي انا شايفه واللي انا بستاذنكم فيه ان الحضور والاقبال وتشجيع الدولة
ممثلة في أجهزتها المختلفة ورعاية معالي الوزيرين عديم العالي والصناعة، شجعني إن أنا أقول إني أول توصية تكون إني دي مش النسخة الأخيرة، إني لازم يكون في نسخة تانية، والنسخة التانية تكون نسخة دورية. يعني مش مجرد إنها تكون نسخة تانية، لا، هتبقى نسخة دورية. والنسخة التانية مش هتبقى مقتصرة على طب الأسنان بس، هتبقى عندنا وقت بقى لو هتكون السنة الجاية يكون مقتصرة أو شاملة طب الأسنان والهندسة والطب العام بأي منتج يفيد البلد. دي توصية أنا شايف إن توجه الجميع مؤيد ليها. التوصية الثانية، استغل حضور السادة الأفاضل مبادرة ابدأ معانا، اتحاد الصناعات معانا، جمعيات المستثمرين معانا، رعاية الوزراء معانا، رئاسة رئيس الجامعة معانا. استغل في إني نعمل أو ندعو إلى إنشاء مجلس صناعي علمي أعلى، بمعنى إنه يكون في سادة موقرين ومعاهم